فما برشا نساء وصلوا لمرحلة انهم ما عادش يفكروا في الزواج. اليوم برشا نساء اقتنعوا انه يعيشوا ما غير زواج خير من اللي يتزوجوا. برشا نساء اليوم يختاروا يعيشوا وحدهم حتى 46 سنة 50 سنة، تقول ما نحبش انا نتزوج هكا مرتاحة. شو رأيك وشو السبب؟ الطرف المقابل زاد عنده نفس الرأي، اذا كان هي ما تحبش تتزوج دونك راهي ما لقاتش الطرف المقابل اللي يقسم معاها العيشه ويقسم معاها الحيات والمستقبل. وكان هي لقات الطرف المقابل في معناها في سريه ويقوم وهي ويقسموا مع بعضهم، انا نعاني منها المشكله هذه معناها في الانتوراج هذا. علاش بالعسل ومن بعد كمليش معناتها في سريه معناتها لاباس بيه اليوم خاطر هو ما لقاتش راجل لاباس بيه معناها هكا؟ شوف فما برشا نساء تقول لك انا ما دامني ما لقيتش راجل لاباس عليه وباش نعيش عيشه متهانيه ماني نقعد عايشه وحدي خير. والله هيك عايشه حياتها عادي، وتوا ولينا نشوفوا فيها من ساوي رجال عايشين عادي، راهو حتى رجال عايش حتى رجال بعنا برشا وصلوا ل 40 45 وهم ما همش معرسين. علاش؟ على خاطر يقول لك انا دار وعرس ومسؤوليه وشهريه هي شهريه صغير بركه شهريه. برا خليني نعيش، عنا مثال يقولوا لك عنا بقره في السوق علاش نشرو في الحليب؟ فشقه عجبتكم الكلمه هذيا؟ دونك ثم برشا ناس ولات تمشي تلجا بالاخص شباب ولاو يلجؤوا للشارع ويراوا خير لهم من الاستقرار وخير من العائله. انا بون في مرحله نتاع عاني قلت لك عمري 36 وما تقلقش ونعتبر روحي ملكه العانسات وملكه البيرات وما يقلقنيش، عايشه حياتي نخدم صافا الحمد لله. اذا كانت عاشت معناها مع والدين يمنوا بالمكتوب ويمنوا بهذاك الموجود ويمنوا بكل حد مغرفته شهزت، ثم بنات اللي عندها كالصبر وتقول لك توجي مكتوبي، وثم اللي تبدا حاشاك تقول في الصباح توج، ثم اللي ما تصبرش. وهنا الفرق بين الصبر هو اسماء الله الحسنى، اخر اسماء الله الحسنى الصبور. ثم بنات ما تصبرش، ثم اللي تقول لك، وثم اللي تبدل حتى الهيكل نتاعها وتبدل المظهر نتاعها بحثا عن الرجل، اللي تكون مثلا تحمر وتمكشت ولا تدين، واللي تكون مش متدينه تعري، والمهم البحث عن الزواج باي طريقه. والاخرى تلقاها في دويره بوها تقول لك اربع حيوت ساطريني توجيه مكتوب لا اكثر لا اقل. بين هذه وهذه هو الصبر والايمان والاكل، تقول لك خلي الحاجه هي تجيني ما نجريش انا وراها. برشا ناس جرات وراها حاجات وما خلطتش. هي المراه بانكه، هي المراه جابيه والراجل ساقيه. اذا كان المراه ظهرت مش جابيه ما تتخذ الكل للزوج، فهمتي؟ صحيح ولا لا؟ خاطر توا ثم ناس يقول لك المراه ما ادري شنو، لا ثم نساء ضربتهم الدعوه ثقافتها وهي وهي حل الصوره تلقى خيط، فهمتي؟ خاطر وقت يدخل راجلها ما عادش امراه، صحيح ولا لا؟ خاطر شنو مديتها المظاه اعطاها الكرهب واعطاها كل شيء. شو انا عندي توا 72 سنه نعرف كل شيء، دايرها ليل ونهار ودايرها اوروبا وتونس وكل شيء. هنا تصبح تبدا عملك مع القراصه وهي حل الصدر تلقى خيط منقوبه ما فما حد شيء، فهمتني؟ انا برميل منقوب، فهمتي؟ انا نعرفهم انا مش تقول لي ونعرفهم واحده واحده. وهنا في تونس تو بربي يقول ايش عندها ما تعمل النهار كامل وهي قاعده في قاب؟ تعرف كل عام اللي عندنا في تونس تزيد 50% سيدة و 50% كونسير، كلهم ولوا يتكيفوا كلهم ولوا يشربوا، فهمتني؟ وتقول لك كيفاش؟ كيفاش ربي ما يصرفش علينا شيء؟ الشباب الشباب تاعنا مع الشباب رب. يكذب عليك اللي شاب تو باش يخمم في طفله باش ياخذها ويتهنى يشوفها يوم على واحده تخدم تلقيها انجينيور مش كيكه برا وراها، تلقيها انجينيور حسب روحه، فهمتي؟ ضربته الدعوه يحب يتكيف ثلاثه باكوت مالبورو في النهار، ويحب يمشي يضرب لك سته بيره في الموفنبيك ولا في ابو نواس ولا في الواحد، فهمتي؟ ولا في اللايكو، فهمتي؟ علاش هذا كله؟ فهمتي؟ مظاهر وقت تشوف يقول لك اوه دهن له راسه بالزيت، فهمتني؟ بالشمعة على خاطر بالرسمي رجال ماهيش قاعده تقدم معنسة بصفه معناتها الوضع توا في المجتمع معناتها نجم نقول لك معناتها الرجال ما عادش تفكر في الزواج. ظروف اجتماعيه معناتها نجم يكون ماهوش يخدم بطالي، نجم يكون معناتها شريته ما تجهزيش برجع حاجات. طبعا هو راهو الوازع الديني لانه الزواج هو امر ديني معناتها. تزوجوا فقراء يغنيكم الله، ثم يعني هي لقطه في الفيسبوك ديما يعدوها كيفاش مواطن تونسي اهداء يعني المره الاولى خاتم لواحده المانيه بصوم كبير، قالت له لا ما يجيش هات جيب اللي كتب ربي.
شوف كيفاش يعني علاش هو من قديم الزمان اللي خدموا معناتها النهضه العربيه هذه كما الطهطاوي وكما غيره وغيره، قالوا اخلاقهم اخلاقنا واخلاقهم اخلاقنا، يعني وجدنا الاسلام غاديكم من نجم. فهذه الاصل الشيء، وكون نحسوا الناس الكل وانه هذا دور رباني امرنا به ربي باش نستخلفوه في الارض، تو كل شيء يبدا سهل، والناس الكل عرشت بالحق فقراء واغناهم الله. اما المشكله في انه بعدنا الجانب هذا، وانه الزواج ما هوش مثل ما يشوف فيه هو فيديو باش نتفرج فيه في يوم ما ونفتخر به. النبي قال ولا تفاخروا، هو واجب ديني اهم من حتى من الصلاه ومن الحج. فما حاجتين هما، فما يا بنات يكونوا معناها الرجال هما مع بعضهم فهمتني، يكملوا الباهي والخايب مع بعضهم يعرسوا، فما اللي ما تحبوش معناها وما تعيش معاها، خلي الراجل ما يخوهاش معناها. معناتها ما تحبوش وما تعيش معاه؟ ما تعيش معاه في الخايب وتبدله. معناتها تقصد فما اللي ما تقبلش بوضع الراجل اللي تحبه وتمشي تلوج على وضع اخر مخير مع راجل اخر. هكاك. يعني الغلطه من البنات. بالطبيعه. الماده هي اللي تغلط تقصد. صحيح، في تونس الماده هي اللي تبدل كل شيء. انت توا مقتنعه، قلت لي عمري 36 سنه وما نفكرش في الزواج. لا مش ما نفكرش في الزواج. ما تفكرش تونكو ما لقيتش راجل عنده برشا فلوس ولابس بي. كي يبدا ولد حلال وي لا 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 عادي، انا ب 5000 نعيش. لا انا حكيت على فئه معينه من العباد. انا نحكي على روحي، انا ب 5000 نعيش، ب 10000 نعيش، ب 100000 نعيش. ما لعبتش لتوا لا تزوجت وماكش تفكر في الزواج؟ والله مكتوب. انا قعدت 4 سنين مخطوبه، بطلت، صارت لي شويه مشاكل، عايشه عادي عادي. كان جاي لمحالة عندي شكون توا معبي لي حياتي، وان شاء الله يا ربي سهل. امي مازال مكتوب. انا نشجع اي واحد، مش لازم عليه فاش قام صيغه ب 20 مليون ولازم كذا ولازم كذا. كي تلقى طرف المقابل وتنجم تكون معاه أسرة وتبني حياة على قاعدة، مش تعديو ثلاثة شهور نتاع الصيف خلاعة وتشخليع وبحورات ومن بعد تمشيو للطلاق وللمشاكل والخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية موضوع كبير برشا، تلقاها معرس وعامل 3 و4 صاحبات وهي كذلك. فما شكون اليوم يقول 100 مليون اللي باش نلمهم باش نعرس بهم نمشي نعمل بهم مشروع نعيش منه خير، صحيح ولا لا؟ أنا منهم. كان نلم 100 مليون تنمشي نعمل مش مشروع جرون بروجي في تونس، نخدم 1000 خدام. انت قداش عمرك؟ انا عمري 24 ان شاء الله بينتو. ما تفكرش في الزواج ولا في الارتباط؟ لا نفكر، مش نكذب عليك ما نفكرش، نفكر ديجا معناتها ان شاء الله بعد بريود قصير، بعد بريود ان شاء الله باش نخطب وباش نقدم ان شاء الله في طفله. عندك الدار والشهريه؟ لا ما عنديش دار، عندي شهريه، اما دار ما عنديش الحقيقه. نعم؟ لا ما واش ما نكريش، اما بابا عنده دار ينجم يعطيني دار، فهمت؟ اما دار عملتها انا ما عنديش. ريت العولمه، ريت الاقتصاد، ريت العالم، الدنيا كلها تبدلت. قبل كان الدار العربي هذيك البيت اللي باش يعرس فيها فلان، وهذيك البيت اللي باش يعرس فيها فلان. اليوم لا، تغزر تلقى العماره فيها برطمان ب 400 ب 500. الشباب وهق، تعرفش معناها كلمه وهق؟ وخر تالي يقول احسبها، يقول لك وقتاش باش نختم؟ وقتاش باش نترسم؟ وقتاش باش نتعرف عليها الطفله؟ يقول لك هاي البلاد موجوده جوجو، هاي ثم اللي ترضى بالاكل وقتي، فهمتني؟ هكا ترضى بالوقتي، يعني ماهوش بيديهم. الظرف والعالم كله تبدل، الظرف تبدل، ما عادش يحكموا في رواحهم، ولاو منسقين منجرين، معناها تيلي كيدي، ولاو تيلي كيدي، مش بيديهم الشباب ولا البنات. برشا بنات اليوم حتى يتقدموا لها برشا ترفض وتقول لي انا مانيش مستحقه راجل في حياتي وما نحبش نتزوج، نحب نكمل حياتي وحدي. شنو السبب؟ ما قلنا هذه كل هي التعليم والضبط الاجتماعي، هذا ما تعلموه الناس، مع العلم وأن الغرب حين تطور عمل دي بونك دو سبيرم باش الام تحب تولي ام، وفي الاخر رجعوا على انفسهم قالوا لا هذه خطا. وحتى في فرنسا قالوا يلزم اوفيساليزي الزواج قبل الانجاب. وثم اكبر قوه هي جولدا ماير كانت تدعو الى الزواج الديني. الناس هذوك هكا البسطاء الحارتين معناتها اللي نشوفوا فيهم احنا كذا وكذا، لانهم سرهم في انهم يحبوا يتزوجوا زواج ديني. العالم الكل هو حس وأن الزواج الديني هو اساس الحياه، وحس وأن دورنا في الدنيا هذه دور ديني وليس الدور كما يصوروه لنا الناس، معناتها ليست حريات شخصيه وما الى ذلك. حتى الحريات الشخصيه موجوده في كل الديانات، انما تنتهي كي تولي باش تاذي غيرك.
وعندك نجو مثلا قمه العلم تو هو زرع الاعضاء باش ما تمشيش الواحد هكاك ياكل دود وتراب، ماذا بيك تخفي قطع من شخص لا تكيف لا تشرب لا سهر يعني فيها. اذا بمنطق العلم فان الدين هو الذي ينتصر للعلم والعلم هو ينتصر للدين.